أولا لو قال لك كعب تصوم رمضان؟ تقول نعم. قال ما هو الصيام؟ اشرح لي الصيام. تقول لا أدري ولا أعرف ما هو الصيام. إذا معنى أن شهادة أنك صام شهادة زور لا شك فيها. فما هو الصيام؟ الصيام لغة الإمساك، تمسك عن الطعام، تمسك عن الشراب، تمسك عن الكلام. إن نذرت للرحمن صام. ولا نريد هذا التعريف اللغوي، نريد التعريف الشرعي. الصيام شرعا هو التعبد لله، التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. مرة أخرى، التعبد لله. إذا لابد في الصيام من نية. لمن؟ تصوم لمن؟ لله. لأنه قد لا يأكل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ولم ينوي به الصيام، فصيامه باطل. إذا لابد من نية. إذا هذا التعريف فيه ركن الصيام، نية وإمساك. إذا الصيام هو التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من يعيد لي هذا التعريف؟ تعريف شرعي إخوان. نعم، تعبد لله. أوقف نوار، تعيد. تعبد لله، التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق. الله أكبر. من يعيد لي تعرف؟ التعبد لله. التعبد لله. نعم. النية بالإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الشمس. لا، هو من طلوع الشمس، طلوع الفجر، طلوع الشمس. لعلك تمسك الساعة السادسة، اتقي الله. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الصيام لابد له من ركنين. من يعرف ركن الصيام؟ ركن الصيام النية والإمساك. طيب، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الآن كل واحد منا نسأل الله رب العالمين هو من الآن ناوي صيام رمضان. مجرد أن يأتي الإعلان دخول الشهر وأنتم على إعلان المملكة العربية السعودية، متى ما عنت المملكة انعقدت النية في القلب، صحيح؟ نعم. فلا تحتاج انه في كل ليله تستحضر وتجلس تستحضر النية. هي النية موجودة، صحيح ام لا؟ ولا يصح ان تقول اللهم اني نويت صيام هذا العام عام 1434 مبتدئا شهر رمضان من يوم الثلاثاء الماضي التاسع من شهر كلا 2013 في مدينة كبشو وكلا، فاسره لي وتقبله مني ممسكا في الساعة الثالثة من الربع توقيت كبشو، مفطرا بإذن الله تعالى الساعة 10:20 فاسره لي وتقبله مني يا رب العالمين. يصح؟ لا طبعا ما يصح. هذا تنطع في دين الله وبدعة. طيب،